السلام عليكم. النهارده هنقول بعد ما فعلنا الايميل اللي هو بتاع الشغل بتاعي اللي هو ايميل 365، ازاي نربط الاثنين ايميل مع بعض؟ ازاي نربط ايميل الشغل مع ايميل الشخصي؟ هاجي اول حاجه عندي هنا، عندي كلمه اوبشنز بدوس عليها، هيفتح لي الشكل ده. اروح جاي عند كلمة accounts، ثالث كلمة بالنسبة لي اللي هي البروجي، أقول له أنا عايزك تبدأ تعمل كده. أكتب هنا الإيميل الشخصي اللي أنا عايزاه أهو على الهوت ميل. أقدر من هنا أقدر أقول له احفظي كوبي من الكلام ده أو لأ، وبعدين أقول له سيب. وانس ان انا عملت السيف، يبقى اي ايميل يجي لي على هنا هيروح لي نسخه منه تاني على هنا. اوكي، وفي اي وقت ممكن كمان اقدر اقول له ستوب ما تعمليش حاجه. شكرا.